فأول حاجة هي السمك البوري عشان عايز أعمله صينية، ولكن يختلف شوية عن فكرة صواني البطاطس التانية. زي إيه مثلا؟ صينية البطاطس بالفراخ أو اللحمة ممكن عادي نحطها ناية في ناية. طب والسمك يا شيف ينفع برضو ناية في ناية، ولكن ممكن وارد يتزفر الصينية. هتقول لي يعني؟ هقول لك، هنشوف أنا قصدي إيه دلوقتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب عندي بولة فضل الأول خالص، وهنبدأ نعمل تتبيلة حلوة للسمكة وندخلها الفرن شوية لحد ما نظبط احنا أمورنا ونبدأ ناخد تتبيلة مع الخضار اللي موجود عندنا اللي احنا هنوظفه في قلب الصينية، ونقفل كله مع بعض واحدة واحدة. فكرة الصوص هو طبعا يعني أنا النهاردة صوص طماطم، ولكن مش شرط يكون صوص طماطم كتير. طيب أول حاجة حطينا هنا حبة ملح وفلفل قبل أي كلام، وهجيب عندي عليهم كمان، شوف اللي جاي مني بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نص معلقة كركم على نص معلقة كاري، الله، على ربع معلقة بابريكا، على كمان سنة كمون مش كتير، ولازم وحتما الكزبرة الناشفة ما ينفعش نستغنى عنها. بس كده دول البهارات اللي قدامي. طيب ومعاهم ايه كمان يا شيف؟ حبة ليمون حلوين كده فريش، كمان سنة. في بعض الناس تقول لك انا ممكن احط خل، ينفع؟ اقول لك لا، الخل هيهري السمك. حبة زيت عادي، عباد شمس او ذرة، شوية كمان، و بفكر كمان اديها تاتش حبهان ناعم كده، بص كانه فص اهو، شايف يا فندم هنا؟ بص يا فندم، فص ناعم قوي بسيط يدي الريحه مش اكتر. طيب في حاجه مهمه جدا جدا وهي اهم شيء، هي معلقه الثوم المفروم الحلوه ابو الزيت بتاعه ده، معلقه حلوه كده، حبه زيت، على ما اعتقد كده امورنا زي الفل وتمام التمام. تعال بقى نشوف الحشو. الحشو عندي كرفس وثوم، ادي الكرفس بورقه وبعدانه، ولكن قبل ما اضيف الكرفس على الخلطه دي لازما وحتما ندوب البهارات. بسم الله، شايف البهارات دي لازم تتدوب، تتقلب كويس مع الليمون ومع الزيت ومع كل حاجه، بحيث الفلفل الاسود والملح والبهارات كلهم يدوبوا، يبقى كلهم مع بعض، ما بقاش مترصبين او واقعين في اخر الطبق والباقي كله على الوش، مش صح. لازم اول حاجه تدوب. ولذلك كان دايما عندي كومنت كده غريب بقعد اتكلم فيه، واقول يا جماعه اي حد يجي بهر حاجه او يتبل حاجه او يعمل خلط التتبيله في اي شيء، الاول في بوله فاضيه كده زي ما عارفكم شايفين، وبعد كده نحط اللحمه الفراخ السمك اي حاجه نتبل. طب ليه يا شيف؟ اقول لك، لما اجي احط دلوقتي كده ادي السمك ده مثلا، دلوقتي احط انا الثوم واحط البهارات واحط كله واقعد اقلب في الاخر، ماشي مش هيبقى وحش، ولكن مش هيبقى احلى حاجه في الدنيا. تلاقي في حاجه واخده بهارات شويه وفي حاجه مش واخده شويه. طب قولي، ما انا اريح نفسي في بوله فاضيه واعمل تتبيله حلوه، انزل اقلب اطلع كله واخد حقه وتمام التمام. طيب لحد كده احنا زي الفل، اقول لك تمام التمام. طيب حبه الكرفس الحلوين دول شايفهم قد ايه يا فندم؟ حزمه كده حلوه، اي كرفس بلدي او مستورد اللي هو اللي بيسموه ان هو الاكبر حجما يعني منه، لان البلدي بيبقى رفيع شويه، واللي هو مستورد ده بيتزرع في مصر هنا بس هو اسمه كده يعني، بيبقى برضو تحس ان هو اكبر شويه وورقته اعرض زي ما حضراتكم شايفينها كده شويه. طيب هجيب عندي حاجه برضو اقلب بيها عشان يبقى كده كله تمام التمام، اهو حلو الكلام ده، كلام جميل وزي الفل. لحد هنا وهنقف وهنجيب السمكيه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي السمكيه البوري زي ما حضراتكم شايفين متنضفه تنظيفه حلوه، بص منظرها عامل ازاي فريش. اللون الفضه ده لازم يكون بيلمع كده، ولون عين السمكه تكون واضحه، والخياشيم تكون مطرحها حتى تبقى محمره كده، وقلب السمكيه يكون واضح كده، دي مهمه جدا. طيب وبعدين يا شيف هجيب عند السكينه، بسم الله، وبالراحه كده يا وش يا وش، بعمل ايه؟ تشريحه بس، تدخل التتبيله مش اكتر كده، وهجيب عندي الكلام الحلو ده كله. اهو بص يا فندم السمكيه عامله ازاي في ايديا، شايف؟ بعمل ايه؟ باخد الخلطه الحلوه دي واروح حاشي براحتي خالص، شايف المنظر؟ ادي الحشو. واجي هنا بص بقى هعمل ايه بالخلطه دي، شايفها؟ بسم الله، وهحشي ظهر السمكيه، شوف اهو، واسيبها عندي هنا قدام عينيا. الثانيه نفس الكلام، احط عندي الحشو في النص كده، وهمسك كده وراح عامل كده متبل ظهر السمكيه، وش وظهر، اه يكون كله واخد حاجه، كل حاجه واخد حقها. اخر واحده الحشو في النص كده، كرفس كتير مع ثوم مع البهارات بيدي ديست حلو جدا، اه كده، والباقي هروح لامم كل دول كده اهو كده، وراح عامل كده اه، شوف كله اتبل وكله واخد حقه وتمام التمام. لحد كده نسكت اقول لك لا حاسب، اقول لك تعالى بقى
لما نروح على الفرن بالمرة عشان إيه نستفيد بالإيه بالوقت. خليني أروح على فرن يكون سخن حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون الأفضل قبل ما أشتغل بأي حاجة يكون ورقة الألمونيوم في الصينية اللي في أرضية الفرن عشان أي شيء ينزل من السمكية ما يروحش فين على الفرن ذات نفسه، فيبقى الموضوع مش لطيف ويعمل ريحة مش حلوة وفي صعوبة في التنظيف بتاعته. فالأفضل ورقة الألمونيوم أهي زي ما حضراتكم شايفين تبقى موجودة، ودي أكيد بتفرق جدا في فكرة نظافة الفرن مع كمان الريحة كمان، عشان بس إيه الحاجات دي لما بتقع شايفين البند ده هيعمل ريحه مش حلوه فهيعمل مش لطافه يعني. بس بتكلم بكل وضوح اكيد فاهمين انا قصدي ايه. نعمل تتبيله حلوه للسمك المقلي، واهم حاجه في التتبيله دي يا شيف ما يكونش بيفك. يعني ما يكونش بيفك، وده مهم جدا. هنرفع انا رايي حاجه حلوه قوي، هنخش على الخلط الخضار نسيبها تتشوح شويه، وهي بتتشوح نستفيد احنا بالوقت ونبدا نعمل ايه، نعمل السمك المقلي. حبه زيت الاول بسم الله الرحمن الرحيم كده تمام، وعلى الزيت ده هقول لكم انا قصدي ايه، يا رب الاقيها اهي الحمد لله. على الزيت ده هنزل بمكعبين زبده، وارفع زيت الزيتون عشان ما يتحرقش مني، واجي هنا على الرخامه. بص بعمل ايه بقى يا باشا، شايف الكرات ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شايف التوم الشرايح ده؟ يبقى الكرات وتوم الشرايح مع سن زيت الزيتون مع حبه زبده. انا بعمل ريحه وتاسيس للطعم، دي الحكايه من دلوقتي. وانا شغال ورق ادغار وحبايه حبهان بنزل بيهم في نفس الطاسه دي على البارد اهو، عشان زيت الزيتون مع الزبده ما يتحرقوش. طب لو اتحرقوا ايه اللي هيحصل؟ هيأكسدوا، هيروح في حته دي خالص. معاهم كمان قرن فلفل سبايسي شويه لو حبينا، ما حبيناش ما يلزمنيش من شرط يعني، بس هو بيدي نفس كويس قوي. زي ما حضراتكم شايفين دبلت شويه، ارجع تاني بقى على ايه؟ على النار وابدا اظبط اموري. ايه امورك بقى يا شيف؟ والله عندي بطاطسايه حلوه شرايح، ودايما بحط البطاطسايه دي في ميه عشان ايه؟ ما تسودش مننا، اصفيها على طول. بسم الله. تصفيه كويسه. وشايف ان النص كيلو بطاطس حلو يعني على الصينيه، انزل بيه على الكلام الحلو ده كله. طب شفت مش عايز احط زبده، اقول لك براحتنا ما عنديش مشكله خالص، لو عايزين نحط زبده بس ماشي، زيت برده ماشي، الاثنين مع بعض هيدي ريحه حلوه وهو ده المطلوب. بسم الله. وابدا اقلبهم تقليبه حلوه كده. ممكن نحط ايه معاهم؟ اي حاجه نفسنا فيها. مثلا انا من وجهه نظري طبعا البصل مهم جدا مع الطاجن ده او مع الصينيه دي، مهم جدا جدا. هنزل بيهم كده على الوش برده اهو، ممكن اعمل حركه حلوه كمان كده. بص بعمل ايه كده، وعليهم الحركه دي انا بعشق اللي بعديها بقى، فلفل اسود على البصل المفروض يسموه كده، بيدي ريحه عاليه جدا جدا. بس سيب الكلام ده كله مع بعضه وهنرجع له تاني، ولكن فكره التاسيس هنا مهمه برضه، يعني لو انا عايز ازود اي شيء تاني ما عنديش مشكله خالص. هعمل حركه حلوه شايفها قدام عيني دلوقتي، شايفين دي يا جماعه؟ فاكرها دي حبه الخضره دول اللي واقعين منين؟ من الحشو بتاع ايه؟ السمكيه البوري اللي هي ايه؟ مع البطاطس. هنزل بيهم هنا كمان على وش الخضار ده. اسف ما رميناش حاجه، انا ما بحبش ارمي اي حاجه، كله لازم يتوظف بس في المعقول. تمام التام كده خلاص حلو قوي. طيب انا عايز بصراحه ناقصني حاجه بس مش قدام عيني، او هاخدها وبعد كده يا زمايلي يجيبوا لي غيرها. فلفل احمر رومي كده، ده بتاع السلطه يا اسامه، هنجيب بداله. وهناخد كمان واحد فلفل اخضر رومي برضه، يبقى حطينا قرن اخضر، قرن احمر، قرن اخضر سبايسي كمان. تمام تمام، ادي منظر الخضره عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. دول بتوع الصينيه بتاعت السمك البوري اللي هو في الفرن، وسيبهم عندي ياخدوا وقتهم. وهسوي كمان بعد التشويحه دي هعمل حركه حلوه قوي. دايما لو حضراتكم فاكرين بنجيب عندنا قشر الجمبري او اي سلسله سمكيه حلوه وبعمل لها بوكيه جرنيه، بصل وكرفس وكريات، فص ثوم، ورق ادغار، حبايه حبهان، قرنفل لو عندي، جزرايه طبعا. ببدا اخليهم يغلوا قدامي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بص قشر الجمبري اللي انا اخدته، بص قشر الجمبري ده شايفه؟ انا اخدت الجمبري نفسه اللي عامله عندي البانيه دلوقتي، والقشر بتاعه وظفته عندي في مرقه حلوه تشتغل معايا طول الحلقه، اعمل بيها رز،
ازود منها صوص، اشرب منها بطاطس، يعني يطلع معايا في كذا حاجه. هجيب عندي مصفى واخد مقرفتين من مرقه الجمبري، بسم الله، واحد ملوش تاني، كمان واحده معلش بس كده. شوف نرجع تاني بالخضار ده كله، والقرفه اللي ترجع مطرحها كده، وهرجع اخلي الخضار ياخد تسويته. طب ليه يا شيف مش عايز كله يخش مع بعضه في الفرن؟ اقول لك اخشى ان الميه الحلوه دي تتزفر من السمك الني. هتقول لي تفرق؟ اقول لك اه بتفرق جدا طبعا، يعني لازم في حاجات كده معينه لازم الواحد يامن تسويتها، مهم جدا. وبعد كده نتكلم. افندم افندم، حاضر حاضر، لازم اظبط تسويته وبعد كده اقفل كله مع بعض ان شاء الله واحده واحده. حاضر، واسف جدا على التاخير. كريمه هانم، صباح الفل. الو، اهلا وسهلا بك يا فندم. ازيك يا شيف علاء؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. يا رب تكون بخير. عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير. احنا جدا بالاكلات اللي حضرتك بتعملها، ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديك. من بعد عندكم يا فندم، ربنا يعزك. تسلمي. تسلم، ربنا يخليك. كان عندي طلبين من حضرتك. تؤمري يا فندم. اول حاجه انا بقدم لاختي، عايز يجي معاكم فرقه الصف يوسف. تمام. بتهني اختك يا فندم؟ ابن اختي عايز يجي يقدم معاك في مسابقه. ينورنا ويشرفنا يا فندم. حاضر، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه انا اكلت طاجن جمبري في الاسماعيليه بالطماطم كده، كان طعمه حلو قوي. انا نفسي حضرتك تعمله لنا بعدين. الاثنين كان احمر ولا ابيض؟ رجعت لحضرتك الوصفات تحفه ما شاء الله. كل ذوق يا هاني، ربنا يعز حضرتك. ربنا يخليك. بشكرك. حاضر، لو سمحتي عايز اقول لك احنا اولادي بيحبوا الاكل بتاعك جدا وبيشكروك، و وشكرا ليك قوي على كل حاجه بتحبها بتعملها لنا. على راسي المكالمه والمتابعه يا فندم، ربنا يحميهم لك. انا بشكرك شكرا جزيلا. بس سؤال صغير قبل ما تقفلي، الطاجن اللي حضرتك كلتيه ابيض ولا احمر؟ احمر. تمام يا فندم، اوامر. حاضر، شكرا جدا ليكي، وتحياتنا كبيره جدا لحبيبنا في اسماعيليه. حاضر. طيب يا فندم، خليني ارجع يا فندم. حاضر. انا حنان هاني، صباح الفل. صباح الفل. اهلا وسهلا بك يا ست الكل، اخبارك ايه؟ حضرتك استاذ علاء، عامل ايه؟ ربنا يشكر فضلك يا ست الكل، والله كله تمام. يعجبنا اكلك، واولا الحمد لله على السلامه مع انها متاخره الله شويه. الله يسلم عمرك يا فندم، كلك ذوق. تسلمي. احنا متابعينك دايما يعني. الشرف ليا يا فندم والله. الله يخليك. الله يخليك. كان ليا طلبين عند حضرتك. امور يا فندم. ايه، عايزه اعرف طريقه تخليل بساريه. بساريه؟ حاضر. يعني حاضر. الطلب الثاني بقى، يعني حضرتك هل الاسكندرانيه بنعمل يعني اللي هو السمك بالمسقعه؟ تمام. السمك المقلي ممكن يتقلي يتقلى ولا لا يتقلى؟ ولا عادي يتقلى يتسلق الاول؟ لا لا لا، ولا يتسلق ولا حاجه، يتقلي الاول زي الشبار او البولتي، صح كده؟ ايوه ده بنديه الاول قليه حلوه ونسيبه ينشف. ايوه، من الزيت بتاعه ويتصفى خالص، وبعد كده بنعمله صوص الصياديه والمسقعه، ونقفل عادي جدا المسقعه ونحشي الصوص جوه، ونحط السمك ونحط على وش الصوص، وندخله الفرن 5. تمام يا باشا. اوامرك، صباح الفل. شكرا لك. تحياتنا لحبيبنا في اسكندريه، ده احنا ناخد منكم معلومات والله، ده الاسكندريه دول اكلهم زي السكر. طيب يا فندم، حاضر، عينيا اللي يا ام حسام. صباح الفل يا ماما. صباح الخير. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك. كلنا مفتقدينك والله يا شيف علاء. شكرا. تسلمي يا فندم. ربنا يخليك. انا عايزه بقى حضرتك، كنت شفت شيف جميل قوي. مش عارفه حضرتك هتعرفه ولا ايه. هو جميل خالص وبيعجبني. وايه يا فندم؟ الشيف علاء، اسمه الشيف علاء الشربيني. كان عمل كل ذوق والله، ومرسيل ذوقك والله. ده انت اللي اجمل يا فندم والله، على راسي. ربنا يكرمك. لا والله ما شاء الله، انا ما اعرفوش. انتوا تعرفوه بقى مش انا. كلنا نعرفه. يا رب تكون كويس. ما احنا ممكن نعرف كل واحد، بس اهم حاجه يكون كويس وينفع الناس، ده اهم شيء. لا والله ما شاء الله، انت يعني مش عايز يعني كل حاجه فيك جميله ما شاء الله. اختي على راسي والله. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. كنت حضرتك عملت مره صينيه دينيس سنجاري بالبطاطس. تمام. هل ان احنا لو عملناها نعملها زي دي ولا ايه؟ نعملها ايه يا فندم؟ يعني انا مش فاكراها قوي، يعني اعملها زي ما حضرتك عامل البوري كده. لا، بدل الدينيس. طبعا، بس البوري هندخله برده شويه زي ما شفنا كده، برده الفرن شويه. يعني بص يا فندم كده، خليك معايا لحظه واحده، اتفضلي. بص انا بعمل ايه؟ انا باخد صدمه حلوه من الفرن. بص المنظر عامل ازاي؟ مش الصدمه دي انا امنت تسويه حتى لو 50% من السمكيه، ونزعت اي زفاره تكرف صينيه السمك، صينيه البطاطس بتاعتي. فلو هتعملي كده بدل الدينيس طبعا هيبقى طعمه حلو جدا كمان.
ان شاء الله. تمام، تحت امرك. ايه تاني يا فندم؟ تسلم ايدك، تسلم ايدك اكتر من كده، يبقى احنا كتير قوي علينا والله. والله العظيم كتير قوي الكلام ده، والله على الصبح ربنا ما يحرمنيش منكم وعلى راس المكالمه ومتابعة، وربنا قدرنا نحاول نسعد حضرتك بقى. انا بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نرجع سريعا. البطاطس خلاص، بص بص منظرها عامل ازاي حالا، هكون مع حضراتكم حالا. بص البطاطس عامله ازاي، والخضار دبل شويه، ما سيبوش لما يقرص قوي واقعد اقرص في التسويه. لا انا كده زي الفل قوي الحمد لله، بسم الله. ادي صينيه البطاطس بمنتهى البساطه. ولا طب هتقول لي يا شيف طماطم، اقول لك عليا في ايدينا. ما هو مش شرط ان كل حاجه فيها طماطم تكون غرقانه في الطماطم، يمكن ما حدش حابب ده، مش عايز امشيها قوي تكون مسقعه، فممكن احط طماطم في المعقول. والمعقول دايما والله في كل حاجه حلو، يعني ممكن احط شرايح طماطم او احط حبه عصير طماطم، وده موجود وده موجود. ولكن الاول تعالى بس نوزع البطاطس الحلوه دي عشان ما تبقاش حاجه مكلكعه، وندلع الصينيه دي وندخلها الفرن عشان تخش في الطبق اللي بعده. لحد هنا نازل فل. اقول لك حاسب ايه اللي حاسب بقى؟ بص بقى هنا الدلع، شايف مكعب الزبده ده هيفرق جدا كمان اهو كده، حلو كلام جميل. وبعدين يا شيف والله بقى تعالى معايا على الفرن، نجيب السمك ونقفله وندخله برده الفرن اهو زي ما حضراتكم شايفين. يلا بينا، بسم الله. نجيب بس حاجه نطلع بيها السمكه دي. قالك معايا في الفرن دقيقتين وهوريك كل حاجه. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف السمك انا هجيلك كده عشان ما اخيلكش. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول واحده معايا يا فندم. ايوه وقالي تاني واحدة روحة عشان من كسرش الدنيا او من بوش حاجة. وقالي تاني واحدة كريم لحضرتك كده، ونطلع دي معايا فندم ولا مش معايا؟ دي شايفها فندم؟ بسم الله بسم الله. نطلع على طول من هنا عشان مش محتاجينها خلاص. ونعمل احنا ايه بقى؟ نوصل السمكية الحلوة دي كده معايا فندم ولا لا؟ ونطلع على طول على الفرن ونسيبها تاخد كمان تشميعه، وبعد كده ممكن نغطيها بس خلاص راحت الصينيه على طول. طيب معلش انا اسف يا استاذ ابراهيم، معلش. بص يا فندم معايا على الحوض هنا لو تكرمت، ده اللي نزل من السمكيه وانا بشويها. اي سمك هينزل منه ده اهو، هعمل ايه في الاخر؟ جايب كده شوف كده اهو كده كل حاجه قدام حضراتكم. السخن ده زبده جدا، سخن جدا اهو اهو. انا بس بحاول اوضح بس، خدت بالك؟ خلاص ما بقتش معايا تمام. الصينيه زي ما هي اقدر استخدمها تاني، يبقى الامور واضحه وهو ده المطلوب. طيب نخش بقى على الطبق اللي بعده. افندم حاضر. يا ام اسر صباح الفل يا ماما. وعليكم صباح الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. تستاهل الحمد لله، تحت امرك امر. الامر لله. اسر بس كان عايز يكلم حضرتك، بيحب حضرتك جدا بس، وكل يوم بيتفرج عليك وعايز يكلم حضرتك. بس اتشرف، ربنا يحمي لك. حاضر يلا بينا الدهون. اهلا اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ اسر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه انت يا قمر؟ 4-8 شهور. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد ما شاء الله. وايه اخبارك في المطبخ انت؟ ايه اخبارك في المطبخ انت؟ طمنا عليك. يعني طب كويس ولا نص نص؟ الحمد لله. طب كويس ولا نص نص؟ احنا بنعمل محشي دلوقتي بس عايزينك تعمل كشري. عايزين نعمل كشري؟ اه. ليه؟ عشان كده. انت بتحب الكشري؟ ايه؟ عشان انا بحب الكشري. انهي كشري؟ الاحمر ولا الاصفر؟ الاحمر. طب بكره هنعمل كشري، ايه رايك في الكلام ده؟ بكره ليه؟ النهارده بقى. النهارده عندنا سمك، احنا بكره عندنا شعبي، ممكن نعمل بكره كشري لو حبيت. ليه النهارده؟ ايه؟ لا احنا هناكل النهارده سمك وبكره هناكل كشري. مكرونه بشاميل النهارده. مكرونه بشاميل؟ لا خليها يوم العزوم، خلاص خلصنا مكرونه بشاميل طول شهر رمضان خلاص. الناس زهقت مننا يا استاذ اسر. عشان برضو نخش في السلطه يبقى على الرايق. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا يا فندم ولا مش معايا؟ هي مستويه وخلاص. بص المنظر عامل ازاي، اللون السمكيه احنا تمام. حطيت بقى عصير طماطم داير ما يدور، مش صلصه، بقى عصير طماطم فريش ادى اللون ده. هخليه احمر لو عايز على السلمندر ياخد لون لطيف على ما اقفل السلطه، يبقى احنا كده برضو ايه عملنا اللي احنا عايزينه كله كده. احنا خلاص خلصنا دي برضو، يطلع فوق ياخد لون وايه. لا ماشي
هو ونعلي ونسيبه شويه. طيب يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب انا بعتقد امورنا خلصانه واضحه وبسيطه، ودايما بتكلم مع كل اخواتي وحبايبنا يعني ما تشغلوش نفسكم بالاسامي، صينيه مش عارف ايه وطاجن مش عارف ايه، الموضوع ابسط مما يكون. زي ما قلت في اول الحلقه هقول في اخر الحلقه، السمك بالذات ما ينفعش حد يخش يطبخه وحاسس ان الموضوع كبير ومقادير خالص. سيبك من كلامي وكلام اي حد بتسمعه، ولكن ذوق السمك يعني هو من اهم الحكايه في الطبخ. لو طبخنا السمك على مزاج الموضوع هيبقى، انا بدي فكره مش اكتر، طماطم لو حطيتها على الوش زي ما اتفقنا ما حبيتش الغوصها كلها صوص طماطم وتبقى رايحه في حته مش، لا حبيت امشيها كده عشان في الاخر الصوص يكون كده. بص يا فندم معايا الصوص عامل ازاي، شوف شوف الصوص عامل ازاي. هنا بقى الموضوع ده بصراحه كان يعني كان لازم له بصراحه يعني حبه رز ابيض، رز ابيض او رز، لا صياديه، لا مش هيمشي معاه صياديه، صياديه يمشي مع المقلي، والمقلي صراحه احنا عاملينه النهارده عيش، ولكن هو كان ده بصراحه عايز كوبايه رز ابيض وبالهنا والشفا. انسى يعني، السمكيه واضحه، التسويات واضحه زي ما حضراتكم شايفين، بطاطسايه بص تسويات معايا يا استاذي، بس بالهنا والشفا لحضراتكم. على ما اعتقد امورنا النهارده كانت بسيطه وسهله، ممكن نديها حاجه خضراء بسيطه بس كده، نكسر الالوان سنه شبت على سنه كزبره خضراء بس، ما نزودش اكتر من كده، وبتطلع زي ما هي، هي صينيه سمك ما فيهاش كلام يعني. بالهنا والشفا لحضراتكم. وطبعا المقالي زي ما حضراتكم شايفين ما فيهاش اي صعوبه خالص، ده مع العيش البلدي بتاعنا. انا هاجي ده حتى عشان نختم مره واحده ما اشغلكمش يعني، اهو عفوا لقمه العيش اللطيفه مع ورقه الجرجير الشياكه الحلوه دي، شوفوا المنظر، مع حته السمكيه الفيليه. عايز اعمل جمبريه كده معاها ما عنديش مشاكل، ولكن اعمل ايه بقى؟ اشيل دي، بص اهي فاكرينها؟ اهي تتشال، قرن الفلفل الشياكه، مش عايزين نبوظ بقى ايه الدنيا اكتر من كده. بالهنا والشفا لحضراتكم، اتمنى يكون الحلقه النهارده كانت بسيطه وما فيهاش اي صعوبه لحضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.